واحد السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعليمية سكويلة طوب. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على اللي حاجة اللي سميتها لي سوليد واللي ليكيد واللي غازو اللي معروفين باش بعنوان لا كونستيتيسيون دو لا ماتيا، المكونات اللي كتكون منها المادة. لا كونستيتيسيون دو لا ماتيا، شنو كنقصد بلا كونستيتيسيون دو ماتيا؟ اذا خاصني نعرف كلشي على هاد لا كونستيتيسيون دو ماتيا. غادي نعرف اول حاجه لي زيتا دو لا ماتيا، الحالات ديال الماده. ثاني ايتا لو كور بور اي لي ميلون، نعرف الجسم الخالص ونعرف الخلائط. ثالث حاجه لي زيتا دو لا ماتيا على شكل ميكروسكوبيك، يعني غنحطوا الاشياء ديالنا تحت المجهر ونشوفوها. رابع حاجه لي شونجمون ديتا لا ماس اي لو فوليوم، يعني التغيرات ديال الحاله من ناحيه الكتله ومن ناحيه الحجم. وخامس حاجه لي شونجمون ديتا اي لا تمبيراتور، غادي نشوفوا تغيرات ديال الحاله مع الحراره. واخر حاجه اللي بقيت نشوفها هي اللي غادي نبداو بها ان شاء الله دابا، اللي هي لي زيتا دو لا ماتيا. يعني راه غنقراو الكور كامل ونبداو بلي زيتا دو لا ماتيا اللي قلت لكم دابا. لي زيتا دو ماتيا عندنا ليطا سوليد، وكنقصدو بها اي حاجه قاصحه، يعني يمكن لك تضرب بها شي واحد وتاذيه. عندنا الحاله السائله اللي هي ليكي، بحالاش بحال الماء، سوائل، مولادة، زيت، كحول الى غير ذلك. وعندنا الحاله الثالثه اللي هي لا غاز، ماشي قصدت به البالون، ولا قصدت به الغاز اللي وسط البالون، الهواء اللي داخل البالون، الاكسجين، الديازوت، البوتان، كاع هاد الغازات اللي كنشمهم بالنيف ديالنا. اذا هنا غادي نشوفوا الخصائص ديال كل حاله وهما اللي مهمين اللي خاصنا نعقلوا عليهم. غنمشيو عند الحاله الاولى اللي هي لا فورم والفوليوم. اذا لا فورم غنقولوا عليه بان ان سوليد نو ديفورم با فاسيلمون، اذا ميمكنش لنا نعكرو او نغيرو، وكنقولوا الى اون فورم كيلوي بروب، اذا كتكون عنده واحد لا فورم بروب. اما بالنسبه للفوليوم كنقولوا الي ان كومبريسيبل، غير قابل للضغط، الي ان فوليوم بروب. وكنقول بان دابا سوليد عنده فورم بروب وفوليوم بروب. اما الحاله الثانيه هي الحاله السائله، يعني حاله لا فورم ديالها اولا الفوليوم ديالها. من خصائص ديال لا فورم انه ان ليكيد ايموبيلي بخون لا فورم دو ريسيبيون كي لو كونتيان، il n'a pas de propre، يعني ما عندوش واحد لا فورم اللي هي بروبر، كياخذ الشكل ديال الكاس، ديال القرعه، ديال اي حاجه سائله كياخذ الشكل ديالها، اذا ما عندوش واحد الشكل معين. اما بالنسبه للحجم كنقولوا الي ان كومبريسيبل، يعني ما يمكنليناش نضغطو، وفي هذه الحاله كنقولوا بانه عنده حجم اللي هو خالص خوب، يعني سا سيرفاس اي بلونت اي هوريزونتال، بحالاش هذا سيرفاس؟ اذا هذا سيرفاس هي هذه، ولكن في حاله اللي كيكون عندي الماء في حاله استقرار، يعني الماء ما كيتحركش كيبقى مستوي. اما في الحاله الثالثه اللي هي الحاله الغازيه، غادي نشوفوها من ناحيه لا فورم ونشوفوا الخصائص ديالها من ناحيه الحجم. اذا من ناحيه لا فورم كنقولوا ان غاز اوكوب توت لي سباس ديسپونيبل، ان با دو فورم بو، اذا هو كيملا اي مكان كيف ما كان، سواء حفره، ثقبه، اي بلاصه لقاها كيعمر. كنقولوا بانه ما عندوش واحد الحجم يعني معين، ما عندوش واحد الشكل اللي هو معين. اما فيما كيخص الفوليوم ديالو كنقولوا بانه كومبريسيبل، ان با دو فوليوم كومبريسيبل، اذا كومبريسيبل قابل للضغط، وفي هذه الحاله ما كيكونش عنده واحد الحجم اللي هو خاص، كيتغير الحجم ديالو بلا كومبريسيون، اما ينقص اما يتزاد بلا اكسبونسابل. دابا غادي ندوز لا بارتي الثانيه، وكنظن بان لي ماتيير لي زيتا دو ماتيير فهمتيها مزيان،
ما تنساش تدون هادشي في ورق. ندوزو للحالة الثانية. أما الفقرة الثانية لي كور بور اي لي كور اي لي ميلونج، هادو غادي نخصهم إن شاء الله الحلقة الثانية في الفيديو الثاني على قناتنا التعليمية سكويراتو. إذا ما تنساش أنك تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك، دينا لايك تحفيزي، فعل الجرس يوصلك أحدث، وكنهديوك كادو وكنقولو لك شكرا ليك على المشاهدة. سلام عليكم.